خلينا اقول لكم على ان احنا قلنا ان طالما الاجور مضاعفه في كمان المعاصي كمان الجزاء عليها بيبقى مضاعف، يعني المعصيه في الشهر الحرم بتبقى مضاعف. طيب خليني بقى نتكلم، نعلم اولادنا ايه، علم اولادنا الاشهر الحرم هي ايه، ده رقم واحد واكتبه وراي. علم اولادي ايه هي الاشهر الحرم، اثنا عشر شهرا في كتاب الله منها اربعه حرم، يبقى اعلم الشهور العربيه اللي مكتوبه اللي الله سبحانه وتعالى عملها، وهي طبعا بالتوقيت القمري مش بالشمسي، واعلم الاشهر الحرم دول حاجتين ويسمعوهم، تمام؟ ثلاثة، واحد فرد وثلاثة سرد. الواحد الفرد اللي هو رجب، شهر رجب وشهر رجب، وبعدين الثلاثة اللي ورا بعضيهم ذو الحجة وذو القعدة ومحرم. خلاص كده؟ طيب يبقى أعلمهم الكلام ده. طيب ثالث حاجة أعلمه إيه الطاعات اللي الله سبحانه وتعالى اللي تبقى من الأجور المضاعفة في شهر رجب، زي إيه مثلا؟ زي دايما بحب أبتدي بيه الفروض، يعني اعلمهم يلا الصلاه على وقتها هنعمل فيها مسابقه، واسمعوا معايا الفكره الجميله دي، مسابقه بين الاولاد على الصلاه على وقتها. اول حد هيأذن الاذان وهيقوم يتوضا ويقيم، واحنا هنبقى وراه لان هم بيقوموا واحنا هنصلي على طول وراهم لو كانوا بالغين، او هم مع بعض كل واحد يصلي بالكلام ده، دوت هيتحط له نجمه في لوحه الشهر. فاكرين الاداه ندوات التربيه، احنا قلنا اكتر من 60 اداه من ادوات التربيه على مدار 400 حلقه تقريبا على اليوتيوب، ارجعوا لها. قلنا في عندنا اداه التشجيع، وقلنا عليها فيها ان احنا هنحط لوحه عليها النجوم كل اسبوع، اللي هيعمل والله لو في جامعه، انا عندي عيال في جامعه، اللي بيعمل هحط له النجمه، ابقى اصور لكم مره اللوحه ولا بلاش عشان ممكن اصورها بدون اسامي الاولاد عشان ما بدون الحرج يعني. اللي بيعمل ياخد نجمه، والنجمه اللي تتحط له يتعمل عليها معيار انجاز في اخر الشهر بتاع مثلا شهر رجب، ماشي؟ او لو انت بتعملي التقييم كل 15 يوم يبقى كل اسبوعين في جلسه العيله، القعده بتاعه جلسه العيله بتاعت يوم الجمعه او يوم السبت زي ما انتوا حابين. طيب يبقى دي تالت حاجه، ان انا ببتدي معاهم في الفروض وبعمل فكره المسابقه في اول حد يقوم على الصلاه. طيب يبقى اعمل تحفيز تاني وتذكير، لان اولادنا محتاجين دايما تذكير بموضوع الصلاه ده، وركزوا معايا يا امهات في القصه دي، الاولاد دايما بيحتاجوا تذكير في موضوع الصلاه. يعني اما عادي ما انا ما قلنا، وتقولي كل يوم يا حبيبتي والله الصلاه، والصلاه نور، والصلاه برهان، وتعملوا كذا، واحب الاعمال الى الله، واحب ان الله سبحانه وتعالى يرى دلوقتي ان فرضه بيفعل دلوقتي، ربنا قال حي على الصلاه، يبقى لازم اقوم حالا. كل الكلام ده كل شوية اجيب حديث عن الصلاة وفضل الصلاة واقوله للاولاد واذكر بيه. من يأس من حاجة زي كده يا امهات، ما يا امهات ما تيأسيش وما تزهقيش، لان دول اولادك فاصبري على كده. يبقى دي رابع حاجة، ان انا بذكر وبقول كل مرة حديث، وتعملي معيار الانجاز يا كل اسبوعين يا كل شهر زي ما انت في اخر الشهر زي ما انت ما بتعملي. طيب ايه كمان اعلمه لاولادي؟ اعلم اولادي الصوم. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم في شعبان ويصوم في رجب ويصوم كذا، واحنا عندنا تعالى لو قعدنا نحسب مثلا 13 14 15، لا صوم بقى ادي ايام اهو، احنا في شتاء اصلا، الشتاء ربيع المؤمن، يعني الشتاء بيقصر نهاره فيصومه المؤمن ويطول ليله فيقوم، وتنام براحتك وتنام عدد ساعات وتلاقي لسه الفجر لسه ما اذنش، حلو جدا، وتقوم تصلي. ده شيء طيب. طيب حاجه كمان من ضمن الحاجات اللي علمها لاولادي موضوع الصلاه وموضوع الصوم، وابتدي ان انا امشي معاهم خطوات بالصوم، مثلا ادي اثنين وخميس وبعدين ازود يومين ثلاثه، ممكن بقى نوصل لحد صيام سيدنا داوود يوم ويوم، يا ريت يصوم يوم ويفطر يوم، وده شيء طيب جدا ومن افضل العبادات اللي فعلا تربي نفسيتك بجد، هي الصيام يوم ويوم. جربوها كده، التعود على الصيام وبعدين تفطر فتعود على الفطار فترجع تصوم، من اصعب الحاجات على النفس وتروض النفس على الطاعه. طيب من ضمن الحاجات اللي علمها لاولادي في شهر رجب يعملوها، ويبقى من ضمن الحاجات الجميله اللي نجتمع عليها القيام، ركعتين قيام. طب مش هيقدروا يقوموا قبل الفجر، بيقوموا الفجر بالعافيه، طب نصليها قبل العشاء، يعني بعد صلاه العشاء قصدي، بعد صلاه العشاء ابتدي اعمل معاهم واقول لهم من فضلكم يلا تعالوا نصلوا مع بعض، تعالوا الركعتين دولت ان شاء الله بصغار الصور، وبعد كده ممكن نصليها بالورد بتاع الحفظ اللي احنا عاملينه، اللي هم حفظوه مثلا، حفظوا ايتين
النهارده او الاسبوع ده في 5 آيات، يبقى انا هصلي الاسبوع كله بال5 آيات بتوع التحفيظ، يبقى انا ضربت 200 عصفور بحجر واحد. ادينا عودت على الصلاه، السنن، نوافل سنه عن النبي عليه السلام، القيام ما يتسابش ويعرفوا ان ده الحبل الموصول بينهم وبين ربنا. وكمان طبعا انا بكلم اولاد كام، بكلم 7 سنين على فكره، ممكن قبل كده يجي معايا ويفهموا الكلام ده ويفهموا الكلام ده. انا عندي فيديو، عندي فيديو مش إيه، هحاول انزله، هو طبعا على دي في دي شريط، زي ما انا هحاول انزله سيديهات وكده ونشوف ممكن يفك لنا الشفره دي ويعملها لنا، ونبتدي اوريكم ازاي سن معين، يعني كان 7 سنين، 6 سنين، 5 سنين، وكان في 4 سنين، وازاي ان هم كانوا واقفين صفين، كنت لما العيال بقى، كنت لما العيال كلها وقاعدين يصلوا، كان قيام، فبيتعودوا يتعودوا يفهموا الكلام ده، يفهموا الكلام ده، ما تيأسيش اتكلمي وقولي، وهم اللهم بارك اللهم بارك، هم هيتجاوبوا معاكي. ركعتين القيام، ويبقى دوت الصله اللي بيننا وبين ربنا، واللي عايز حاجه من ربنا هم في الركعتين دول، وعود على كده. اعلم اولادي ايه رقم 5 أو 6 مش فاكره بقى، انتوا اللي عدوا. اعود اولادي على الدعاء، ما يعديش يوم من غير دعاء، عشان انا عندي دلوقتي في رمضان جاي، وانا عايزه كل يوم دعاء رمضان يستجاب. وعلم الدعاء ان الله سبحانه وتعالى هو رب رمضان، رب الشهور كلها، فاحنا ما بالك في اشهر حرم، واحنا بنعظم الامر ده، وهنتكلم دلوقتي على توحيد الالوهيه مع اولادنا. لكن اعود اولادي ان في لسته من الدعاء، يا يكتبوها يا نسجلها على الواتس ويشغلوها كل يوم، لهم الصغيرين اللي قبل سن 7 سنين، او يكتبوها وتبقى الورقه معاهم ونقراها كل يوم من بعد الركعات، يا اما نقولها في صلاه الوتر، يا اما نقولها بعد الصلاه، عشان لو هم لسه مش حافظين. يبقى دوت الامر رقم 6، مهم 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 جدا. طيب رقم 5 الدعاء، رقم 6 ازاي اعظم الشهر ده، وانا محتاجه اركز على النقطه ديت في العقيده مع اولادي، ازاي اعظم شهر رجب، وان ده شهر من الاشهر الحرم في قلوبهم. تعظيم الشهر بتعظيم ربنا سبحانه وتعالى، اوامر ربنا ونواهي ربنا، ويبقى الامر كده، ذكروني يا اولاد، ذكروني ايه، يلا النهارده، يلا طب هنعمل، طب كذا، طب نعظم ايه الامر دوت، لا اخرنا شويه، لا عملنا شويه، طب ايه رايكم ان احنا نزداد في الطاعات شويه، وهكذا. تعظيم ربنا بتعظيم اوامر ربنا، وان انا اعظم النواهي ما اعملهاش. تعظيم ربنا فلا تظلموا فيهن انفسكم، ان انا ما اظلمش نفسي، ان انا اكون غافل، او ان انا اكون على معصيه، او ان انا قاعد ساكت ما بعملش حتى طاعه. احنا ممكن كمان من التعظيم ان احنا يعني ان انا اتكلم على توحيد الالوهية، معنى لا اله الا الله، معنى اسم الله، الله ذات نفسه من اسم الاسماء الحسنى، وانا ازاي اعلمهم سواء الاسم او ورد قد ايه في القرآن، الاحاديث اللي وردت، تعظيم الصحابة ذات نفسهم لربنا سبحانه وتعالى، تعظيم الصحابة للصلاة، للطاعات، للفروض، وفيها قصص كتيرة جدا طلعها كلها موجودة على النت. طيب رقم 7، ابتدي بقى اخد شوية طاعات واركز عليها، بحيث ان انا ابقى طالعة من الشهر داخلة حتى على شعبان، وانا على الاقل عندي حصيلة مع اولادي اسمها فيدباك. تعظيم ايه؟ صلة الرحم، كل يوم لازم اكلم جدي جدتي، حد من العيلة ان شاء الله وادعي له. الناس الاحياء والناس الاموات، بر الوالدين، هتعمل ايه لابوك وامك ويبقى في حاجه كل يوم، بر الوالدين اللي موجود في النهارده، هتعمل ايه؟ هسمع كلام امي، هعمل كذا، او هدعي لهم. ويبقى في اللوحه بتاعه الاوراد بتاعه اليوم او اعمال اليوم والليله موجود البر والكيفيه، ببوس ايد امي، ببوس راسها، او لا جزاك الله خيرا، اضحك في وشها، اروح كده، الكلام ده نعلمهم عشان ما يبقوش يعني جبلات يا جماعه، يعني على الاقل يبقى عندهم احساس حتى شكرا يعني. ويبقى البر كده، بساعد، بنضف اوضتي، بعمل المهام اللي امي قالت لي عليها، ده مهم جدا. ده جزء. الجزء الثاني الاب واستقبال الاب وهو جاي، وتكريم الاب واحترام الاب، وهكذا. في نقطه بعتوها لي مجموعه من الاولاد على خصوصا سن المراهقه، موضوع التفاهم مع الاب ده بالذات. قول لي ايه يا دكتوره، ما فيش تفاهم، ولما نيجي نتكلم معاهم يتعصب، كان الاب حس باهانه لما ابنه بيناقشه، يعني الفكر ده انا بتهيالي خلاص اندثر، يعني الفكر ده مش صح. وركزوا معايا في النقطه دي، نقطه لما ابنك يناقشك او بنتك تناقشك في موضوع 11 سنه 12 13 ده ايه؟ حصلته ايه؟ ولا خبرته، او كبير والله في جامعه ومخلص، ولكن في نقاش، وانت كأب بتاخد النقاش ده كانه نديه ليك، او تقليل من شأنك، او عدم ثقه. ما الولد هيفسرها يعني، هو مش عايز يناقشني، يعني هو مش عايز يرد عليا. ما دي نقطه برضو كارثه لكل اب وام يخلوا بالهم منها، يعني هو التربيه ايه غير حوار؟ التربيه ومش فرض،
وما فيهاش نوع من انواع السخريه او الاستهزاء، ولما ابنك يسالك على حاجه او يستفسر منك على حاجه واجب عليك انك ترد عليه وتفهمه انت ليه خدت عنه الصوره دي، وليه بتوصمه الوصم ده، وليه بتقول له المشاعر دي. يعني انا يعني خلينا نتكلم يعني على الموضوع ده النهارده في استفاضه باذن الله، بس الساعه 9 هنتكلم على فتره المراهقه بصوره مكبره. لكن طبعا بر الاب ان احنا بنحط لاولادنا وعلى الاقل من سن 5 سنين وهم طالعين، طبعا قبل كده بيبقى محاكاه وتقليد، لكن بعد كده بيبتدي ياخد سلوك ويبتدي سمت نفسه هو كشخص او كطفل او كانسان بيكون الفتره دي وتمام. طيب يبقى انا بقول لهم على موضوع البر ويطل استقبال الاب، البشاشه، الاحترام، الرد عليه، في مش بقى بابا بينادي لا لا لا، يعني الكلام ده. وطبعا الامر بيبقى مبادله، انا لو عايز ابني يبرني انا كمان لازم ابر ابني. طيب دي نقطه مهمه جدا، يبقى عندي صلة رحم، بر الوالدين، وعندي التركيز على حاجتين اتنين من العبادات. وركزوا معايا، انا باخد سلوك وباخد عبادات، هركز على نقطة من العبادات الذكر، اخد كل مرة ذكر جديد ويلتزم بيه ان شاء الله باليوم او باليومين، يبقى 3 ايام الذكر ده هو اللي على لساني، بجيبه 100 200، طبعا ببتدي معاهم بعدد صغير، وبعد كده ابتدي كل شويه ان الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا ويكرمهم ويلتزموا بيه، ويبقى اللي بعده واللي بعده، يوم انت 100 200 300 500 1000 وهكذا، ونبتدي بقى ايه كل شويه نكبر. يبقى اخد ذكر. وحاجه كمان من ضمن الطاعات اللي انا حباهم انهم يعملوها، المحافظه على السنن النوافل، وعظم السنن النوافل وتعظيم السنه لله سبحانه وتعالى ولرسول الله. يعني هو النبي عليه الصلاه والسلام هيعرفنا ازاي؟ باتباع السنه وبكثره الصلاه عليه وبالوضوء، غر المحجلين، تمام؟ فانت لما تاثر في السنه، يعني انا بصلي السنه، يعني ما انت ما بتصليش السنه ليه؟ يعني انت جايب في صلاتك 10 على 10. ونركز على الموضوع ده مع الاولاد ضروري يا جماعه بالله عليكم، علشان الاولاد بيصلوا الفرض ما هم امر ده، وبعد كده مش هيصلوا فرض، لكن انا اما يجي يكسلوا يبقى يعني على الاقل، مش عايز اقول حتى يكسلوا على السنه، والله قلبي واجعني من حاجه زي كده، ولكن ان انا اعودهم على السنه ان هم يصلوا السنن النوافل 12 نفله في اليوم والليله، يبنى له بيت في الجنه. انت عايز بيت، ما انتش عارف تجيب بيت في الدنيا ولا حق ولا زرعه ولا بتاع، هات في الاخره بال 12 ركعه السنن النوافل. يبقى انا اركز معاهم على السنن، ويبقى الشهر دوت بدايه الغرس لموضوع السنن، واحبب في الكلام ده واعمل عليه معايير انجاز واعمل عليه جوائز.